يلا نروح. نروح من هون. من هون. يعني يلا. مين معنا اليوم؟ اليوم معنا. اليوم راح يتحفنا. نعم، اليوم راح يكون معنا مشاهدينا الكوتش غيث الكيلاني، مثل ما حكينا راح يعطينا بعض التمارين الرياضية لتقوية العضلات خصوصا عند الأطفال. بنصبح عليك. صباح خير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ تمام. صباح جميع المتابعين. يعني لا. اليوم نحن حابين نعرف أكثر عن موضوع تقوية العضلات خصوصا عند الأطفال. لا، ضعف العضلات بالبداية، إذا بدنا نحكي بضعف العضلات راح يكون موضوع كثير هام كبير نوعا ما. نعم. يعني موضوع ضعف العضلات عند الأطفال يعني لازم نحدد الأسباب. نعم. الرئيسية اللي تسبب ضعف العضلات. نقدر نعرف لازم منك بعض الأسباب. لازم نعرض الحالة على الدكتور. أوكي. والدكتور هو يحدد لنا السبب الرئيسي لضعف العضلات. في منها خلقية وراثية، في منها مرضية، في نتيجة إصابة، في سوء التغذية وممارسة مهارات الحياة اليومية بشكل غير مرغوب. طيب نبلش غيث، نشوف تفرجينا لو سمحت. ايش تفرجينا بعض التمارين. التمارين والحركات. نبلش التمارين. اوكي. هلا هلا كل سبب له تمارين خاصة. نعم. يعني اللي طالع من إصابة له تمارين خاصة. المرضية لها تمارين خاصة. هلا الشكل عام سوء تغذية بكون مشكلة. نعم. أساسية. يعني نقدر. نعم. نعرف منك غيث، يعني وأنت بتعمل الحركات الرياضية تشرح لنا عن كل جزء بهذا الموضوع. هلا بشكل عام. نعم. إذا كان في عنده ضعف عضلات، هلا إحنا بدنا نبدأ بالتمرين. أول شيء في عن عملية الإحماء. أوكي. أوكي. لازم إحنا نحمي الجسم، نرفع نبضات القلب تاعته، نهيئه نشط الدوره الدمويه ونهيئه لدخول التمرين. اوكي. ممكن تبدا هاي الفتره بين 5 دقائق ل10 دقائق. كوتش غيث، بحب اعرف منك الاطفال من اي عمر لاي عمر تحديدا؟ هلا في الاطفال عمر من 1 ل3 سنين هاي فئه، ومن 4 سنين ل8 سنين فئه، ومن 9 ل18 سنه. ثلاث فئات. نعم. ثلاث فئات. هلا الفئه من سنه ل3 سنين بتنعرض على الدكتور، منها بتكون هاي يعني بيعرفوها الاهل، احنا ما بنعرفها لانه ما في الانديه بيجينا من سنه 3 سنين. ال4 ل8 هي الاكثر شيوعيا بسوء التغذيه. نعم. الطفل صار يستخدم التكنولوجيا والتطور الحديث. نعم. صار تاثر عليه بشكل سلبي، تاثر على عضلاته. بالضبط. صار عنده. نحن اليوم حابين يعني نعرف لهاي الفئه تحديدا ايش التمارين. يعني هلا مثلا الطفل بيجي من المدرسه مثلا، موعد الغداء ما بوكل، بروح بمسك الايباد بصير يستخدم، صار عنده سوء تغذيه. سوء تغذيه يعني فقد عناصر اساسيه لبناء العظام وبناء العضلات، منها الكالسيوم والفسفور وفيتامين دي. صحيح. اوكي. بطل يطلع من البيت يشوف الشمس ياخذ فيتامين دي. هاي كلها بس عناصر اساسيه. اخويا غيث، يعني خلينا نشرح وانت تحكي، خلينا نشوف بعض. هلا بشكل عام احنا يعني الاهل لازم يهتموا، الاهل لازم يهتموا موضوع الأطفال في البيت. يعني بإمكان أنا أستخدم وزن الجسم للتمارين الرياضية. تفضل. الهواء معك. يعني مثلا من 5 إلى 10 دقائق بعمل ركض موضوعي. حلو. أوكي. نرفع هارت ريت، نبضات القلب، نهيئ الجسم، نشط الدورة الدموية لدخول التمرين. أوكي. ممكن نزيد لحمة. أوكي. قدام. بعد ما نحمي الجسم نستخدم تمرين الإطالة. أوكي. لأن الأطفال نسبة الإصابة عندهم بالعضلات أكثر أسرع من الكبار. الكبار بالسن. أوكي. هلا ندخل مثلا تمرين الإطالة، نعمل جزء علوي لجزء سفلي. أوكي. تفضل. للويست. اوكي. تمام. نعد 10 ثواني و15 ثانية أسفل الظهر. يا ريت لو هالتمارين يعطوها بالطابور الصباحي بالمدارس. بالضبط. هلا احنا إذا بدنا نحكي كثير بالموضوع، يعني الأطباء الاختصاص لهم دور، وزارة التربية لها دور، أهل لها دور. أكيد. الإعلام. نعم. اوكي. هلا بنبلش بالتمارين اللي احنا بنستخدمها بوزن الجسم. اوكي. اوكي. بتساعد تقوية العضلات. حلو. اوكي. فرجينا. هلا مثلا وقفة على بس على الكتاب. اوكي. بنبلش يا من فوق لتحت او من تحت لفوق. اوكي. هلا ممكن نستخدم الليجز، الرجلين، عضلات الرجلين. اوكي. لا.
شوف هاي التمرين بتقوي عضلات الرجلين اوكي 1 2 1 2 هاي التمرين ممكن تقوي عضلات اسفل الظهر دبدوبي القطن فانيلا 3 قطن 100% اذا كان الاغلب 4 5 6 اوكي نرجع نحاول نرفع عدد نبضات القلب لأنه إشي أساسي يكون الجسم متهيئ للتمرين هذا نستخدم عضلات الليجز أوكي فتح خطوة للأمام مع ثاني نفصل الركبة هوب هوب ممكن استخدم بعض عضلات الشولدر لان عضلات الشولدر عضلات اساسيه لازم نستخدمها لانه الحياه اليوميه ما بنستخدمها كثير لا عضلات الصدر اوكي للصغار للاطفال Turning gray and into fiction. Tell me, friend, do you know who I am? ممكن نستخدم ألعاب ترفيهية هي تكون بسيطة بس مفيدة لجسم الإنسان. هلا هون راح نقدر نستخدم تمارين لتقوية عضلات القلب. اوكي هون نستخدم تقوية عضلات الكور يمكن 20 ثانية 30 ثانية ظهر استقامة نظر للأمام كتف فوق الكوع شهير وزفير ممكن نستخدم اوفن إضافة للتمرين تقوية عضلات الرجل نرجع نعمل عملية رفع ضغط القلب أوبين. هيك بنكون تقريبا استخدمنا جميع عضلات الجسم رائع ثانك يو يعني كوتش غيث تمارين رائعه جدا ان شاء الله انه يعني كل الاطفال يستفيدوا الاهالي يكونوا شايفين اليوم هاي التمارين ويفيدوا اطفالهم فيها ويعلموهم اياها يعني جدا تمارين مهمه بتوقع شكرا غيث وان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه ايضا يعني شكرا. اليوم صحيح تعبناك وانت يعني عملت جهد لكن ان شاء الله تعالى الاهالي استفادوا من هذه الحركات سواء كانوا من سنه اولى من السنه الاولى للسنه الثالثه او الفئات العمريه من لغايه 12 سنه كل الشكر غيث